أهلا بكم إلى عين على أوروبا. وصل زعيم المعارضة الروسية البارز أليكسي نافالني تعافيه في ألمانيا من تسميم تقول برلين إنه تم في روسيا بغاز للأعصاب. إصابته هذا المعارض الروسي البارز أدت أيضا إلى تسميم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. قبل إصابته سبق للمعارض الروسي أن ظهر في فيديو أثناء حملته الانتخابية في بلدة روسية، وهو شهير بكشف الفساد وسوء الإدارة وحياة الرفاهية التي يعيش سياسيون موالون للحكومة الروسية. عرف عن نافالني موقفه المعارض الشرس في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنذ فترة طويلة يحاول الكريملين إيقاف نافالني عن طريق إبعاده عن الانتخابات وعبر الملاحقة القضائية وحتى السجن، لكن جميع هذه المساعي باءت بالفشل حتى الآن. غالبية الروس الذين ينتقدون بوتين على يدركون مدى خطورة الانتقاد، خاصة بالنسبة لقادة الاحتجاجات والمعارضة. الاستمتاع بالحياة بوعي تام كل يوم، هذا ما يعرف بيوتر فازيلوف أهميته منذ محاولة تسميمه في موسكو قبل عامين بطريقة مشابهة لما حدث مع أليكسي نافالني، رغم عدم اكتشاف أي آثار لمادة نوفيتشوك السامة لديه. كان تسميمي أخف واستعدت عافيتي بشكل أسرع، استطعت الكلام في الأسبوع الثاني من العلاج. مادة نوفيتشوك سامة جدا ويمكنها أن تقتل شخصا أو أن تلحق به أذى كبيرا، إنها وسيلة مثالية للقتل. وكما حدث مع نافالني، تم في ذلك الحين نقل مؤسس فرقة البنك بوسيرايت أيضا إلى مشفى شاريتي في برلين. لم يستبعد الأطباء أن يكون ناقد الكريملين قد تسمم بناء على الأعراض التي عانى منها، رغم عدم قدرتهم على الجزم بوجود مادة سامة بخلاف الوضع في قضية نافالني. يشير استخدام مادة نوفيتشوك إلى ضلوع الرئيس الروسي في الأمر، فهناك أمر واضح تماما، وهو أن أجهزة المخابرات فقط هي الوحيدة التي تملك مثل هذا السلاح الخاص، وهي لا تستطيع تنفيذ هذه العملية إلا بموافقة فلاديمير بوتين. كانت هذه طلقة تحذيرية لجميع المعارضين المعروفين بحسب ما يؤكده ديمتري كوتكوف. قبل عام لم يسمح للليبرالي بخوض انتخابات برلمان مدينة موسكو. ليس لحقوق الإنسان أي قيمة في هذا البلد، ويمكن هنا أن ينتهي بك الأمر بالسجن 30 يوما مقابل كل دعوة للاحتجاج. يعرف غودكوف ما يقول، فهو نفسه سجن لمدة 36 يوما في ذروة الاحتجاجات الجماهيرية كي لا يسمح له كمعارض بالترشح في انتخابات موسكو. السياسية المحلية المستقلة يوليا غاليامينا كانت أيضا واحدة من أشهر وجوه الاحتجاجات الجماهيرية في موسكو قبل عام. نحن نعيش في دولة استبدادية ديكتاتورية، يمكن رؤية بدايتها بالفعل مع تولي فلاديمير بوتين لمنصبه. غاليامينا دفعت أيضا ثمن نشاطاتها السياسية عدة مرات بالسجن لأسابيع عديدة، كان آخرها حين احتجت منفردة على سجن صحفي من خلال حمل ملصق في موسكو. منذ ذلك الوقت والتحقيقات مستمرة ضدها بتهمة انتهاك قانون التجمع، وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. لست خائفة، لكن هذه القضية تصعب علي حياتي، فلا يسمح لي مثلا بمغادرة موسكو، ولم يعد مسموحا لي بالمشاركة في أي احتجاج، كل هذا يقيدني كثيرا. إذا كانت الدولة هي الخصم فأنت أعزل تماما، لن يتمكن أي حارس شخصي من إنقاذ حياتك، قد يحميك من مثير شغب لكن ليس من التسمم أو القتل. لكنه مع ذلك لا يريد الاستسلام أيضا. تقول يوليا غاليامينا إن تسميم أليكسي نافالني لن يضعف المعارضة الروسية، فنافالني هو أشهر وجوه المعارضة لكنه ليس زعيمها الوحيد.
يكون لهذا الترهيب تأثير فعال فقط في حال وجود زعيم معارضة، أما إذا كان لديك الكثير من الشخصيات المعارضة البارزة فلن ينجح ذلك، لا يمكنهم تسميمنا جميعا. في روسيا هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يعد يتملكهم الخوف من الاحتجاج ويريدون تغيير النظام. عاد بيوتر فازيلوف المعارض لبوتين إلى نشاطه بعد تعافيه، ويرى أن مسؤوليته الاستمرار في المواجهة، وذلك من أجل ابنته أيضا. أريد لأصدقائي وعائلتي وابنتي أن يعيشوا في بلد جميل بدون بوتين ونظامه الغادر، وأنا واثق من أننا سنحقق هذا الهدف. ومع ذلك لا يترك فازيلوف ابنته في الشارع وحدها، ويأخذها بنفسه كل صباح إلى المدرسة. مهنة جميلة يتمنى كثيرون مزاولتها لو سنحت لهم فرصة، وهي أن تعيش منفرداً على جزيرة إيطالية جميلة محاطاً بجمال طبيعة البحر المتوسط، والمهمة الرئيسية هي حماية أحد أجمل شواطئ المنطقة. أحد الإيطاليين المحظوظين يمارس هذه المهنة منذ 30 عاماً. لا يسمح لكم بالدخول هنا، ألا ترون العلامات الحمراء؟ ماورو موراندي كان قادراً على طرد هذين المتسللين. لو لم أكن هنا لكانوا الآن مستلقين على الشاطئ، ويأتي آخرون ويفعلون ذلك أيضاً، وهكذا سيعج الشاطئ بالناس من جديد كما كان من قبل. موراندي يدافع عن الشاطئ الوردي في جزيرة بوديلي، وهو أحد أشهر شواطئ البحر الأبيض المتوسط المعروف برماله الوردية الفريدة من نوعها. ماورو موراندي يحمي هذا الكنز منذ أكثر من 30 عاماً. في الطريق باتجاه المحيط الأطلسي تقطعت السبل بموراندي هنا بقاربه الشرعي في عام 89، وبسبب هذا الحادث اكتشف الجزيرة الواقعة بين كورسيكا وساردينيا. منذ ذلك الحين يعيش البالغ من العمر 81 عاماً كحارس في بوديلي بمفرده، ويكاد يكون مكتفياً ذاتياً. عندما أتيت إلى الجزيرة لم أكن قادراً حتى على تغيير المصباح الكهربائي، وهنا اضطررت لتعلم ما أحتاجه للبقاء على قيد الحياة. يستخدم موراندي ما تقدمه الجزيرة القاحلة على طريقة روبنسون كروزو، فهو يأكل التين الشوكي أو الصبار على سبيل المثال. أستخدم الصبار كنبات طبي ضد جروح الجلد، وخاصة ضد حروق الشمس. فالظل في بوديلي يتوفر فقط حول المنزل، دجاجتان هما رفيقتاه الدائمتان والوحيدتان. هذا المكان مخصص لوضع البيض، لكنهما تضعانه في مكان آخر وتقفزان فوق الأشجار. إلى جانب البيض بعض المعارف يزودونه بالمؤن بواسطة القوارب، ومرتب تقاعد المعلم السابق يكفي لملء ثلاجته دائما. في الماضي كنت أذهب للتسوق بنفسي، لكنني منعت من ركوب الزورق الآلي، الآن أعتمد على مساعدة الآخرين. الوحدة في هذه الجنة ينتظر أن تنتهي الآن، إذ لا يراد وجود زورق مطاطي على الشاطئ الوردي ولا حتى موراندي على بوديلي. هذا ما تطالب به إدارة الحديقة الوطنية في جزيرة مادالينا الرئيسية، فمن هنا سيتم التحكم في الأرخبيل بأكمله بما في ذلك بوديلي. نريد بناء محطة أبحاث أو متحف هنا بدلاً من كوخ ماورو، بحيث يمكن لزوار الشاطئ الوردي في المستقبل الاستمتاع بشكل أفضل وأكثر وعياً بالجمال الطبيعي. قبل 6 سنوات استحوذت الدولة الإيطالية على تبعية الجزيرة التي كانت خاصة حتى ذلك الوقت، وبالتالي فإن عقد حارس الجزيرة موراندي لم يعد سارياً. مناصب الإدارة العامة يتم الإعلان عنها، وهي تتطلب الكفاءة والتدريب ويتقدم لها العديد من المرشحين. موراندي لا يفكر حتى في إمكانية طرده من جنته، وهو يحارب بأسلحة عصرية، فما يقرب من 60,000 متابع له يطالبون عبر عريضة على الإنترنت بحقه في البقاء. فهو الوحيد الذي ينشر الانتهاكات اليومية للطبيعة.
أحتاج إلى الحياة هنا، فهذه هي مهمتي، وأمل أن يفهم مسؤول الحديقة الوطنية ذلك في النهاية. لابد من حراسة الشاطئ الوردي والدفاع عنه ضد سياحة الشواطئ غير المنضبطة، كما يقول العديد من زوار اليوم الواحد الذين يقابلون موراندي على المسارات المحددة في الصيف. فبالنسبة لهم ليست الطبيعة فقط، ولكن أيضاً الرجل الذي يعيش هنا يستحق الحماية. ماورو يجب أن يبقى، ليس فقط بسبب الجزيرة، فهو يجعلك تفكر ما هي احتياجاتنا وما هو أصلنا. ما دام على قيد الحياة، من يدري كم من الوقت يجب أن يستمر على هذا النحو. ماورو موراندي لا يستطيع تصور حياة خارج هذه الجنة، وهو يريد البقاء ومواصلة عمله وحماية الشاطئ الوردي لجزيرة بوديلي من كوخه. المثليون والمتحولون جنسياً ما زالوا يعيشون حياة صعبة في بولندا ذات الطابع الكاثوليكي المتدين، يصرخون عالياً مطالبين بحقوقهم وبقبولهم كجزء من المجتمع البولندي، لكن حتى الحكومة تنادي بحظر ما تسميه أيديولوجية مجتمع المثليين. ورغم ذلك، هذا لم يمنع النشطاء المثليين من النزول إلى الشوارع في مدن بولندية كبيرة في مسيرات لإسماع صرخات في سبيل المساواة، حتى لو كان ذلك يعني القبض عليهم. قبل جائحة كورونا كان البريطانيون قد صوتوا لصالح مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة لا تزال قائمة، فالخروج من دون اتفاق يعني جمارك عالية ومشاهد مثل هذه، طوابير طويلة من الشاحنات تنتظر عبور الحدود. تجار أحد أقدم أسواق لندن يفكرون بما ينتظرهم مستقبلا من أنظمة استيراد وتصدير جديدة بعد تنفيذ البريكسيت على أرض الواقع. من يتبضع في سوق بارو جنوب لندن لا يبحث عن تخفيضات مغرية، بل عن أفضل جودة لأشهى المأكولات من جميع أنحاء أوروبا. دومينيك كايت يحب هذا التنوع، فجبنة جودة تأتي من هولندا، والفرنسيون يوردون كومتي وموربيي، وفي الصيف توجد فيتا من جزيرة ليزبوس اليونانية. لا يمر يوم ولا يجرب فيه تاجر الأجبان بنفسه أطايب ما يبيعه كجبنة كومتي المفضلة لديه. إنها طرية وحلوة. معظم أنواع الجبن البريطانية تتفتت وذات طعم حار. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعرض جنة الجبن الصغيرة للخطر. نشعر بالقلق الشديد منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونفكر باستمرار في كيفية تخزين أكبر قدر ممكن من الجبن حتى نتمكن من الحفاظ على أسعارنا المنافسة، وذلك لأطول فترة ممكنة. يقودنا كايت إلى مخزنه، وهو يخشى أن تخضع البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية عالية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجبن بنسبة 20%، فمن سيشتريها؟ هذا إذا وصلت إلى سوق لندن سالمة، إذ ستكون هناك ضوابط على الحدود تتسبب في اختناقات مرورية لعدة أيام. سوف تصبح الخدمات اللوجستية أكثر تعقيداً، وسيكون الأمر أكثر كلفة وبيروقراطية، ولن تسير الأمور بسلاسة كما كانت من قبل. سوق بارو تزود سكان لندن منذ 300 عام تقريباً، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يغير العرض. ويحذر خبراء الأغذية من أن إمدادات المنتجات الطازجة ستقل كثيراً إذا علقت الشاحنات على الحدود، ف80% من الفاكهة مستوردة. لكن سيناريو بريكسيت لا يصدم جميع البريطانيين. سنتجاوز ذلك. لن نضطر إلى تناول الثلج. ماذا ستأكلون؟ جزر. سنكون بخير.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، يمكن الولايات المتحدة التدخل. حينها قد تتراجع أسعار المواد الغذائية. لكن ماذا عن الجودة؟ المعايير البيئية والصحية في الولايات المتحدة أقل مما هي عليه في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ يخشى التجار أيضاً من أن المعروض البريطاني سيكون عاجزاً عن منافسة أسعار البضائع الأمريكية. نخشى أن تشتري محلات السوبر ماركت والمطاعم البضائع الرخيصة بمجرد وصولها إلى البلاد، لكن تجارنا هنا يضمنون جودة لها سعرها العادل، كما أن العميل سيجد أمامه فرقاً كبيراً بين العروض. الوضع متوتر، وخبير الجبن كويت خاض العديد من النقاشات حول تبعات البريكسيت، على سبيل المثال مع بائع السمك ماكس تاكر. ستجتاز إنجلترا الأمر بطريقة ما. لقد ربحنا حروباً عالمية. نحن الجزر الصغيرة. سنجد دولاً تريد التعامل معنا، ليس أوروبا فقط. كويت يستعد بطريقته الخاصة لمواجهة ما بعد توقف إمداداته من جبن الاتحاد الأوروبي ذي الأسعار المعقولة. صديق لي يصنع جبنة تشيدا ونفكر في بيعها، وهكذا فأنا مستقل عن تقلبات الأسعار ولن أعاني من نقص في الإمدادات. أمل كويت الكبير يكمن في إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، حتى يتمكن التجار في سوق بارو من الاستمرار في تدليل سكان لندن بمنتجات من جميع أنحاء أوروبا. ولا مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2020. وإلى قصتنا الختامية، فنلندا لديها أهداف طموحة في مجال الحفاظ على البيئة، حيث تريد الحكومة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2035. سكان بلدة فنلندية صغيرة حققوا 80% من هذا الهدف في بلدتهم، لأنهم جميعا صغيرهم وكبيرهم يعملون من أجل تحقيق ذلك. بتعاون الجميع تتحقق الأهداف. ختام عين على أوروبا، نتمنى لكم دوام الصحة، ولكم مني ومن طاقم العمل أطيب تحية.